وصفتنا لليوم ميز بنكهتها العربية طريقة تقديمها المميزة. نخلط بوعاء نص كوب سكر بودرة منخول ونص كوب طحين منخول. منضيف 5 ملاعق كبار زبدة، 2 زلال بيض، ملعقة كبيرة الفانيلا ورشة ملح. من بعد ما تجهز العجينة نضغط عليها بهيدا الشكل ونتركها لتبرد. ندهن داخل العجينة بالشوكولا المدوب ونتركها لتبرد. للحشوة نخلط بوعاء كوب ونص قشطة وربع كوب فريز، ربع كوب فستق حلبي، وهيدي كانت وصفتنا لليوم. إذا عندكم أي سؤال اتركوه بخانة التعليقات.